السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. أتمنى لكم أجمل الأقدار، وأتمنى أن يوفقكم الله إلى كل ما تحبون وترضون. قراءة اليوم هي قراءة طاروت وفنجان مواليد برج الجدي، توقعات شهر يوليو لعام 2022. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. يمكنك التواصل معي من خلال رقم واتساب، مع العلم أنه لا يوجد حاليا أي وسيلة للتواصل غير واتساب، فيمكنك التواصل معي من خلال رقم واتساب وسأكون سعيد جدا بخدمتك. فلنبدأ الآن يا مولود برج الجدي. نحن الآن في قراءة شهر 8 مش شهر 7، شهر أغسطس مش شهر يوليو، الشهر القادم بمشيئة الله. فعسى أن تكون الأحداث خيرا، وعسى أن يوفقك الله إلى كل ما تحب وترضى. دمت حكيما، دمت قويا وثابتا ومتقبلا للتعلم من الحياة ولإدراكها بالشكل الجيد. برج الجدي، من صفاتك الأساسية مع رحيل زحل تبدأ الآن في التخلص من كل العكوسات. ربما اشتدت الفترة السابقة، ربما كانت صعبة، ربما كانت قوية نوعا ما وحازمة، ربما ظهرت لك كما قلت وجوه على حقيقتها، وأدركت للحياة معاني لم تكن تدركها من قبل. سنبدأ الآن قراءة برج الجدي. عسى أن يكتب لك الله الخير في شهر أغسطس. في الواقع مجموعة اليوم هي مجموعة تليق بقوتك وتليق بالأحداث الهامة التي تحدث في حياتك، مع العلم أنني أدرك أن العديد من مواليد برج الجدي هم شخصيات عظيمة في العالم، فأنت دوما تسعى لصعود أعلى نقطة في الجبال وحدك، وتريد أن تشاهد العالم من خلال هذه النقطة. ربما لا تعلم طريقا للهبوط، ربما من الأعلى يمكنك أن تحيا حتى تموت، ولكن المهم أن تصل. مهما صعب طريقك ستصل ولن تهبط بمشيئة الله. فهذا ما أتمناه لك، وهذا ما أسألك أن تتمناه لي. فعسى أن يكتب الله لك الخير. ودعني لا أطيل في المقدمة، ولكن أنا أحاول أن أقدم لك قراءة قوية. اسمي الحقيقي هو محمود رأفت. بحر المنسي هو اسم الشهرة، بالإضافة إلى أنني كاتب روايات وشاعر، مؤلف أغاني وصانع موسيقى، أخصائي علم نفس ومدرب حياة، وأدرس أو دراستي الأساسية هي في الديكور والعمارة الداخلية، بالإضافة إلى أنني قارئ طاروت وفنجان، وعندي خبرة أو مطلع على الأديان جميعها، الثلاث أديان، كما أنني عندي خبرة أحاول تنميتها حتى أصل إلى الاحتراف بمشيئة الله في علم الفلك. فلنبدأ الآن، بعد أن عرفتك بنفسي يمكننا أن نبدأ، وعسى أن تكون القراءة ترضيك أو تكون طريق الشخصيات العظيمة التي تسمعني الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي.
نتحدث الآن فنقول أن هناك كارت تم إضافته، يعني في بعض الكروت هي من تصميمي أو كارت نفسه كطباعة أنا اللي طبعه من حكايات ينبغي ذكرها في حياتك الآن. فالحدث الآن أو الدافع لديك هو ختم أوريكالبوس، ثم أن لدينا كارت الحدث هو خمسة عملات، ثم أن لدينا كارت النتيجة هو السيف الكبير. قد يختلف الأمر من شخص لآخر، ولكن بالحديث عن ختم أوريكالكوس بشكل عام نقول أن دافعك الآن هو دافع عام. وماذا هو؟ ختم أوريكالكوس هي حكاية أو قصة بتروي عن دخول أشخاص داخل حلقة سحرية. دي قصة في رواية، وهي دخول شخصين أو عدة أشخاص داخل حلقة سحرية، يملؤون بالشر ويملؤون بالغضب وبالدوافع الانتقامية، وفي الواقع لا ينجو من هذه الحلقة المشدودة الوساق إلا أكثر شخص له نوايا حسنة أو يتمنى الخير برغم الشر الذي يحيط بقلبه. وهذا بالضبط ما يحدث لك أو معك يا مولود برج الجدي. دافعك هو الخروج من طاقة غضب كبيرة بداخلك، الخروج من تأثير صعب أو قاسي نوعا ما تشعر به. ربما دافعك هو التحكم في غضبك، دافعك هو التحكم في كل جزء سلبي أو مشاعر سلبية تحيط بك، حتى تدرك في قرارة نفسك أنك لست مخطئا بحق من حولك. بمعنى أصح أو بدون الإطالة، دافعك هو إصلاح النوايا، إصلاح القلب. فيكون كارت الحدث لديك يا مولود برج الجدي، وهو خمسة عملات. وماذا يعني خمسة عملات في القراءة العامة؟ مع وجود النتيجة السيف الكبير، خمسة عملات وهي تشير إلى تحقيق توازن في الأمور المالية، استقرار مالي أولا، توازن مالي في الواقع هو أعلى من التوازن في هذا الشهر، فهو يعادل ضعف ونصف التوازن، كما أنه يرمز إلى محبة من الأشخاص من حولك، من لديهم حقوق فهم يستعيدون نصف حقوقهم. أما كارت النتيجة فهو السيف الكبير. ماذا يعني السيف الكبير؟ السيف الكبير يرمز إلى استعدادك لمواجهة قوية أو لتحديات. السيف الكبير هو كارت هام، فهو يرمز إلى قوتك في هذه التحديات أو إصرارك على المواجهة، كما أنه يرمز أنك في هذه التحديات وحدك، لا يوجد من يدعمك، فأنت وحدك من تواجه هذه التحديات. الكارت الثاني أو مجموعة الكروت الثانية أو الحدث الرئيسي الثاني، وهذه هي الأحداث التي تمس قرارك نفسك أو ما يحدث لك بغض النظر عن أشخاص من حولك. فالحدث الثاني هنا يا مولود برج الجدي هو فارس العصا في الدافع. فدافعك كفارس العصا هو تحقيق كل الأهداف التي تريدها أو اكتساب أهداف جديدة وتحقيقها.
دافعك هو إثبات نفسك، أن تثبت من أنت. لست من أنت كشخصا أو كاسما، ولكن ما تقدر على تحقيقه في كل ثانية تمر عليك. ثم يأتيك كارت الحدث. كارت الحدث هو ملاك الخنجر، تمام؟ فملاك الخنجر هو كارت هام. ملاك الخنجر يدل على ايه؟ يدل على رغبتك في التصالح مع الذات واكتساب الثقة بالنفس واكتساب القدرة على التحدي والنجاة من كل ما يحدث لك، فتكون لديك النتيجة هي ملكة المدينة المهجورة. في الواقع كارت ملكة المدينة المهجورة أو هي ملكة، ملكة المدينة المهجورة. كارت ملكة المدينة المهجورة في النتيجة يدل على نجاح على الصعيد العاطفي أو صعيد العلاقات أو الاستقرار على صعيد حياتك الشخصية والتوازن والتصالح مع الذات، بالإضافة إلى التعبير عن المعاناة بقوة وبصلابة والتحديات وإظهار مثل أعلى الشخصيات على الصعيد العاطفي. الحدث الفرعي الأول. الحدث الفرعي الأول هو فارس الظلام في الدافع، ثم الموت في الحدث، ثم القوة أو قوة الروح في النتيجة. دافع فارس الظلام يعتبر من الدوافع القاسية، فدافع فارس الظلام هو لا يمسك أو لست أنت في هذا الدافع، وإنما هو يمس الأشخاص في حياتك الذين يحملون طاقة كره بداخلهم، أو كما قلنا في البداية بداخل مثلث أوليكاركوس. فدافع فارس الظلام بيدل على أن لك عدوا سيهزم بعدو آخر يكرهك ويكرهك، فتكون النتيجة هي إظهار كرت من الكروت النورانية في مجموعة قاسية جدا، وهو كرت قوة الروح. يمكنكم الاطلاع على هذا الكرت. كرت قوة الروح وهو بيدل على النتيجة التي تعبر على انتصار على أعداء لك بيحدث لك بشكل قدري في هذا الشهر وبنجاح دون أي تدخل منك ودون أي شيء تفعله. وكما أن المفترض أن نقول في هذه اللحظات اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا منهم سالمين. الكارت الفرعي الثاني. الكارت الفرعي الثاني وهو 9 كؤوس في الدافع. وماذا يرمز هذا الأمر؟ في الواقع هذه الكروت هي كارت بيرمز إلى شخص في حياتك. هذا الشخص في حياتك العاطفية كشريك أو كأحد الأشخاص اللي أنت مرتبط بيهم، لديه رغبة في
السعادة أو لديه رغبة في التواجد بجانبك والسعادة والتقرب منك خلال هذه الفترة. الحدث هو 10 سيوف، وهذه المجموعة فيها 10 سيوف مرتبطة بالرجل المعلق معه. فهنا 10 سيوف مع الرجل المعلق. فماذا يرمز هذا الأمر؟ يرمز إلى تعلق الأوضاع أو تعلق الحياة العاطفية أو تعلق العلاقة في هذه الفترة بسبب التحديات والمواجهات الشديدة التي ربما أنت تتعرض لها خلال هذه الفترة. فالنتيجة هي عازفة الكمان. فعازفة الكمان في النتيجة بيدل على أن هناك تعبير عن الحب، هناك محاولة لإصلاح العلاقة، هناك محاولة للتقرب وإظهار آمال مستقبلية في هذه العلاقة. الحدث الفرعي الثالث، هذا الحدث فيه دافع 10 سيوف الموت. فماذا يرمز دافع 10 سيوف الموت؟ 10 سيوف الموت مع وجود حدث العملة الكبيرة، مع وجود نتيجة الكأس الكبير. فهذا الأمر بيدل على أن لديك دافع. هذا الدافع يعني كأنه اتخاذ قرارات قوية وفاصلة لإنهاء فترة صعبة من حياتك. فيكون الحدث هو العملة الكبيرة، أي كأنك بتستطيع إثبات قوة شديدة في اكتساب الأموال وتحقيق الأموال خلال هذه الفترة، والنتيجة هي سعادة على الصعيد العاطفي لأن هناك كأس كبير واحد على الصعيد العاطفي. فهذا الأمر بيرمز إلى السعادة على الصعيد العاطفي بجوار شريك الحياة فقط. الحدث الفرعي الرابع، الحدث الفرعي الرابع، هذا الحدث الدافع الخاص به هو سيفان، أي أنك لديك حيرة شديدة. ربما أنت لا تستطيع أن تفهم ماذا يحدث أو أبعاد الأحداث أو القرارات الهامة التي ينبغي اتخاذها. دافع حيرة قوي تشعر به. فيكون حدث هذا الدافع هو في المستقبل، يعني في نهاية الشهر والشهور القادمة. يكون حدث هذا الدافع هو كارت المحراب. كارت المحراب بيدل على قطع علاقة بيتم اتخاذه خلال هذا الشهر. غير واضح أي علاقة، غير واضح. النتيجة هي كأس الثعبان و3 عصيان. فكأس الثعبان هنا هو حالة من التصالح مع الذات، أو حالة من زيادة الجوانب الدينية، زيادة جوانب الإيمان أو الجوانب الدينية أو الجانب إخراج الشياطين، إخراج التأثيرات الضارة للغضب بداخلك، إصلاح الذات. 3 عصيان فأقصى النتيجة، وهو ما يدل على تمكنك من تجاوز مرحلة صعبة في حياتك. ولكن مع تجاوزك لهذه المرحلة تكون اكتسبت جناحاً أسود كذلك. فماذا يرمز هذا الجناح؟
بيرمز إلى صلابتك مع الآخرين، قوة شخصيتك أو حزمك، كأن شخصيتك بتصبح أقوى. الشباب من مواليد برج الجدي، أعلنكم أنكم ستزدادون قسوة وحزما طوال حياتكم مع كل موقف تمرون به، لأنه يعطيكم طاقة اتخاذ قرارات هامة. الجانب الروحاني، دافعك ارتفاع كونداليني، وهذا ما ينبغي أن يكون دافعك، لأن هذا من النصائح. يعني ينبغي أن تشعل شغفك بالحياة، أن تزداد شغفا، تزداد قوة، تزداد ظهورا وقوة وشغفا وصلابة. كما أن ينبغي عليك أن تحدث خلق تواصل مفتوح مع الآخرين، بمعنى أنه لا ينبغي الانعزال أو الانطواء على الذات في هذا الشهر، بل التواصل المستمر مع من حولك. في النتيجة النهائية إن تمكنت من إحداث ذلك، وهو شظايا الروح، أي قدرتك على استعادة توازنك من جديد. هنا نبدأ الجانب أو أحداث قوة العهد القديم، لنقول لك أن ينبغي أن يكون دافعك الأساسي في هذا الشهر هو استعادة روحك أو شفائك الروحاني، يعني أن تشفي قلبك ونواياك من كل الطاقات السيئة والسلبية، الغضب، الانتقام، والدوافع القاسية بداخلك. لديك مباركة من القدر على صعيد العلاقات، بمعنى أنه سيكون لديك تسهيلات في اللقاءات، المقابلات الهامة، ربما الاجتماعات أو عروض العمل، الصفقات، أي شيء. يعني لديك علاقات جيدة، لديك تسهيل في كل شيء يخص علاقاتك في هذا الشهر. والنتيجة النهائية لأحداث هذا الشهر في الشهور القادمة أن سيكون لك ظل واضح يظهر من أنت ووضعك ووقوفك وثباتك، كما أنك ستكون بكامل قوتك بعد هذا الشهر بمشيئة الله. الآن سنبدأ أحداث وهي أحداث المؤامرات. دي مجموعة خاصة بالمؤامرات، لها رواية قد لا تكون بتروى في بالتفصيل، يعني أو لا أستطيع يعني شرحها بالتفصيل في القراءات العامة لأنها بتختلف من شخص لآخر. فهنا هناك مثلا في الدافع أنك ستجد لحظة واحدة حدد لك بالظبط. قد يدلك رجل عجوز، هناك رجل عجوز يسعى لأن يدلك أو يعيقك، كما أنك سيكون لديك صداقات مع أرواح طيبة، أن سيكون لديك صداقات مع أشخاص روحهم جيدة ونبيلة، كما أن النتيجة المستقبلية أعطيني ثانية. النتيجة المستقبلية أن ربما مع اقتراب فصل الشتاء، كلما اقترب منك فصل الشتاء سيكون لديك ندم على أشياء كثيرة ربما أنت أخطأت فيها، أو ربما أنت كنت جيد أكثر من اللازم فيها. كلما اقترب الشتاء كلما ازداد حزنك، اعذرني على ذلك، وعدتكم أن أقول قراءات صادقة أو بدون مجاملة. الطاقات أو طاقات الكون تقول لك، تدفعك الطاقة القوية إلى الأمام،
فاتبع حركات قلبك. كل الكون يدفعك بلطف إلى الأمام من خلال الكشف لك عن الإشارات والتزامن. توقف لحظة للاتصال بالمصدر من خلال التأمل الهادئ. المصدر هو مصدر الإشارات التي تأتيك من خلال التأمل الهادئ للكون أو للطبيعة، أو كما قلت لمتابعيني أن الله أكبر وأن الله هو ملك العالمين، عالم الآخرة وعالم الدنيا، وأن حكمه يسري في العالمين، فكل شيء يمشي بإرادته وبمشيئته وبإذنه أو بأمره، ولا شيء يحدث إلا إذا كان هو من أمر به. فتأمل المصدر، توقف لحظة عن العمل، توقف لحظات ليست كثيرة عن الاختلاط بكل شيء يؤذي روحك أو يزيد من الطاقات السيئة بداخلك، وحاول أن تتأمل المصدر الذي يساعدك، المصدر الذي يلهمك. حاول أن تقترب منه، تصنع علاقة معه، حاول أن تقوي ما بداخلك. رسائل من الكروت العاطفية، وهي تقول لك، أو شخص في حياتك يقول لك: عليك أن تتركني لكي أستطيع النضوج. أشعر بأنني أحمق لإفسادي هذا. حتى وإن لم نلتقي مجدداً ستظل تحمل مفتاح قلبي. رسائل الملائكة، ورسائل الملائكة يا مولود برج الجدي تقول لك: within the next few months، أي أنه خلال الشهور القليلة القادمة، التأمل والتفكير سيعطيك الجواب بإجابات من أشخاص مقربين منك أو ملائكتك. وتأتيك رسائل الوضع العاطفي لتقول لك: حافظ على تفكير منفتح. الشخص الذي أنت مرتبط به أو توأم روحك ربما يختلف في طبيعته عن طبيعتك، وحاول أن تستمتع بأوقات العطلات برفقة هذا الشخص، واصنع لحظات رومانسية تقوي العلاقة بينكم. نأتي هنا لننظر إلى تبشيرات جميلة من طاقات الخير، فلنأمل أن تكون في ذروتها. لديك 21 فتح وكشف، أي أن طاقة البصيرة لديك التي تكشف المؤامرات ستكشف لك مؤامرة لشخصان، أي أن شخصان آخران في حياتك يقومان بالمؤامرة. ثم 56 رؤية ممتدة. 56 رؤية ممتدة أي أنك ستستطيع أن ترى ما يعادل 56 بعد آخر للواقع أو للمستقبل أو لتوقعات الأحداث القادمة والتخطيط للقادم. وتأتيك رسائل أو النتيجة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النتيجة هي روح من الامتنان، لذلك كامتنان لله رددوا الأذان حتى وإن لم يكن يأذن عندكم. الله أكبر. امتنوا إلى خالقكم فليس لكم حول ولا قوة إلا بدوني. أشهد أن محمد رسول الله. لعلها إشارة. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله.
دايما الأذان بيبدأ وأنا بقول القراءة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. دايما أذان جدا وأنا بعمل القراءة، وده شيء بيسعدني، ده شيء مع تكراره على المدى البعيد بقى، لأن أنا كده بقالي كتير ولسه ملاحظ دلوقتي إن دايما أذان جدا وأنا بقرأ القراءة. فالحمد لله أنا فرحان، عسى إن هي تكون بشرة خير، لأن المرة دي جاي كمان على إيه؟ على كارت روح من الامتنان. يعني أنا سعيد بصراحة، يعني الحمد لله. يعني ماذا تعال نشوف بس البنادول. أول بنادول بيقول لك إنك أنت عندك احتمال بشكل كبير يا مولود برج الجدي انتقال إلى بيت جديد. البنادول التالي وهو السيف والعملة والعصا أي نسبة حظوظك. ولديك، استنى بقى لحظة، تمام، ما شاء الله. أولا يا مولود برج الجدي عندك أربع كؤوس، يعني أربع رفاهيات أو ضعف الرفاهية بيحدث، كما إنها عندك 11 عصا أي تحقيق 11 هدف. نشوف لك بنادول تاني. تحقيق انتقامات أو تحقيق انتقام. سؤال في دماغك، يعني انتوا حاولوا دلوقتي كلكم تسألوا سؤال في دماغك، كل واحد يسأل سؤال إجابته أيوة ولا لأ، نعم أو لا. كل اللي بيسمعوني دلوقتي يسألوا سؤال في دماغه، إجابة السؤال ده نعم أو لا. إجابة السؤال بتاعتكم وهي اقترب هدفكم أن يكتمل. نبص على الفنجان. في رسائل تانية، رسائل تانية أو نصايح بتأتيكوا بتقول لكم أن دروسكم لم تكتمل بعد، ودي بتقول لكم يمكنكم تجاوز حدودكم أكثر، وبتقول لكم خذوا الخطوة التالية. يلا كملوا. أقوى ناس بيسمعوني الفنجان، مواليد برج الجدي. الحالة النفسية برضو يا جماعة، عشان خاطر عشان حاسس برضو، ما اعرفش يعني جالي كده حاجة في دماغي بتقول يعني ازاي الجديان وهم ترتيب الأوراق، مثلا عندك العقرب، عندك الأسد، عندك الحيوانات الشرسة دي، ليه الجدي هو أقوى حاجة؟ أقول لك أنا، وفديناه بذبح عظيم. الله لم يعظم أي كائن أو الكثير من الكائنات، والله أعلى وأعلى، الله أعلى وأعلم، ولكن القليل من الكائنات من عظمت أو المخلوقات، فأن يعظم الله الجديان فهذا ليس بسيطا. لذلك أقول أنتم أقوى كائنات. الفنجان مولود برج الجدي، حالتك النفسية
هي رائعة، ولكن في مشكلة ما زالت عالقة بداخلك، في نقطة سوداء يمكن في الشهر ده هتلزمك شوية وتفضل معاك شوية. مواليد برج الجدي الكرام، أعزائي الغاليين، ربما تسعوا إلى تقديم اعتذار لشخص في حياتك، في حالة من أوقات سعيدة بتقضوها نوعا ما في بداية الشهر، في أمنية بتستجاب. اللي بيطلب منكم شهرة ما شاء الله، يعني اللي بيطلب منكم شهرة أو حب الناس، يعني أنا لا شايفه في الفنجان ما شاء الله، وأشهد الله على ما أقول أن لديكم قبل نصف الشهر، يعني مع نبدأ مثلا من يوم 10 هيكون عندكم شهرة كبيرة، وحب الناس هيزداد بشكل كبير، هيكون عندكم الكثير من الأشخاص بيحبوكم وبيقتربوا منكم، يعني الناس منكم اللي بيسعوا لمجالات الشهرة، لا عندكم شهرة لا محدودة. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين، سيدنا محمد اكرم الاكرمين واخر المرسلين. لديكم ومعلم الخير والحكمه ودروس الدين والذكر. هناك هو خير، حاجة خير زي رزق لمعظمكم حمل، يعني عند معظمكم المتزوجين حمل، ثم طريق بيفتح في استجابة للأمان، وفي نمو للمال، وفي لقاء بحد بتحبوه في آخر الشهر. الحد اللي انتم بتحبوه ده ما شاء الله، يعني اللي انا شايفه قدامي يعني في حب شديد، في يعني في حب شديد بينه. بس يا جماعة، ثم ان في بقى آخر حاجة، ان في زوال هموم، يعني من بداية الشهر لنهايته يكون في زوال هموم. الهموم اللي بتزال عندك هي هموم في محيطك. تمام؟ يعني ايه هموم في محيطك؟ يعني حاجات مضايقاك مع ناس حواليك. اتمنى تكون القراءة عجبتك وتليق بالشخصيات العظيمة اللي بتسمعني، واتمنى لكم اجمل الاقدار، واتمنى ان تصلوا الى ما تتمنون يا اعزائي القراء. شكرا لكم، أتمنى لكم خير الأخبار في رعاية الله.